كابتن ايمن، قبل ما نروح فاصل هتقول يا جماعه ذكريات كده سوبر 94 كده ونجيب مانشيتات كده نفكر كابتن ايمن بيها، الجون ده نقطه تحول في حياتك ولا حاسس انه جون عادي؟ لا عادي والله. لا هو اولا يعني انا كنت 10 ماتشات لخالد كنا بنلعب ما بسجلش هدف خالص. انا عارف. وده كابتن فاروق جه قال لي هو وديفيد ماكاي، قال لي ما شاء الله احنا مقتنعين جدا بالشغل اللي انت بتعمله في الملعب. لكن كابتن فاروق قال لي بكره كنا في المعسكر قال لي يا نمشي سوا يا نبقى سوا انا وانت في السنين اللي جايه. بس ده في ماتش الاهلي قبل السوبر. ماتش الاهلي قبل السوبر. ايوه انا فاكر الجون اللي انا هترقص فيه ده. أيوة وبعد كده كابتن احمد رمزي لعبها لك بالعرض. منك ايوه جات لي منك. وبعدين اسماعيل يوسف بيشوط راحت قلشت منه جات لي جات لي ودي سجلت. وده كان اول هدف ليا كان قدام النادي الاهلي كان بطوله برضو ان احنا بطوله وفتحت الدوري على الرابعة. وفتحت بقى الحمد لله. لكن عايز برضو اقول يعني حته المدرب عليه عامل كبير جدا يا خالد. صحيح. والمدرب لازم برضو ينقل اللي جواه للعيبه ديت ويبقى فيه الاحساس. معلش مدربين كتيره جدا المفروض ان هي بتعمل كل حاجه بيبقى بروفيشنال وتيجي في مباراه ممكن الفكر بتاعه يقف او تغييراته. دي حاجه يعني الزمالك السوبر هزم الاهلي بصاروخ ايمن منصور. يعني دي بتفكرنا بذكريات جميله. ارجع تاني كان ايام الجرايد بقى وكانت جرايد مفيش. عندك المانشيتات دي ولا السوشيال؟ عندي كل حاجه. قول والله كل حاجه. طيب بص الجوهر ينتصر على هاريس ويعود بكأس السوبر. نروح للي بعد كده. الزمالك افراح مستمره في جوهانسبرج بعد الفوز بكاس السوبر. يعني دي انا صورتك دي يا كابتن. دي اللي انا فيها كابتن جوهري قدامي. تخيل برضو كابتن جوهري كان يقول لي لا انزل انت. فاكر خالد لما كان قال لي انزل انت بالكاس نمره واحد؟ اقول له انا انزل ايه بالكاس؟ طب وانتوا يعني صح كانت فنزلت بالكاس. الجوهري استدرج هاريس. جاسوس اهلاوي؟ لا طبعا لا ده جاسوس اهلاوي اكيد في الكوره برضه يعني. دي الفرحه طبعا كبيره. كابتن هشام يكن وعيسى حياته الله يرحمه دكتور عبد المنعم وعبد الدكتور عبد المنعم ربنا يديله الصحه يا رب. ربنا يكرمه يا رب. كابتن هشام يكن طبعا واستلام. انت متهيألي الاستلام والحاجات دي ما جاتش في التلفزيون يا كابتن؟ لا اتقطعت. اتقطعت صح؟ ودي برضه كانوا شايليني في من جوه الاستاد لغايه من جوه المطار لغايه لما طلعت عند عربيتي 100 متر. جمهور كان 40 شايلك؟ ما كان 40,000 متفرج يا خالد. كان 40,000 متفرج في المطار. وكان في وقت متاخر. انا برضه حاجه زي كده احنا حسينا بالفرحه دي. كانت احلى فرحه في عمرنا. بص 10,000 مشجع في استقبال بطل ابطال افريقيا. ده 10,000؟ لا ده المطار 40,000. فاكر احنا مش من كتر انا ما عرفتش اوصل لعربيتي شالوني. انا ركبت العربيه خدنا من المطار لغايه فندق سونيستا بالظبط. الله يفتح عليك. فندق سونيستا تمام. خدناها في 4 ساعات. ما دي ما فيش 4 ساعات. الناس مش عايزه. الناس مبسوطه. بيمشي على مثلا 10 وبعد كده نوقف ونمشي على 10. ما فرحه فرحه والناس مش نادي الاهلي مش قادره تسيب الفرقه ولا اللعيبه. يعني دي حاجه يعني ذكرى بصراحه ما تعوضش الحاجات دي. 30 سنه وكمان يعني الحمد لله رب العالمين في 30 سنه لسه جايين قدام خالد. يعني مش خلاص. بس هقول لك حاجه طبعا. طب اقول لهم حاجه لذيذه قوي بقى. يعني سبحان الله كابتن ايمن منصور السوبر بالظبط وناصر منسي السوبر صح؟ اما تيجي تقول ناصر منسي وايمن منصور هتلاقي معظم الحروف بتاعتهم موجودة. يعني فاهم يعني الف في الف صاد ميم في ميم في ميم في ميم والنون في نون في ايه نون في نون وفي سين وفي صاد ناصر او في سين وفي صاد يعني ناصر منسي وايمن منصور بالظبط. لا هي بيني وبينك برضو الواحد ايه دي بقى رزق والله حاجه سبحان الله. وفي ره صح رزق وفي ره كمان ايمن منصور وناصر منسي يعني ده الحروف كلها في ده رزق من عند ربنا خالد طبعا. يعني ربنا بتبقى دايما بيكلل مجهودك. يعني انت صحيح. الواحد كم التعب اللي كان بيتعبه. يعني كان اهم حاجه ان هو يسعد الجمهور ويسعد الاداره بتاعته. من ساعتها انت سوبر. من ساعتها 30 سنه ما الناس تمشي يا سوبر يا سوبر بالظبط. ودي كنت احلى حاجه احب اسمعها. فطبعا السوبر دي لا غالي عليا وذكرى جميله. احمد ايمن منصور اتولد سنه كام؟ 94.
قول والله. والله نفس السنة. ماتش السوبر؟ ماتش السوبر لا مش ماتش السوبر، احنا بقى جينا ولعبنا كنا في اسماعيليه معسكر. فطبعا نزلت المعسكر كان عندي توأم محمد منصور واحمد منصور. وكسبنا الاهلي برضو 2-0. ايوه فاكر ايمانويل وصبري. ايمانويل وصبري. صحيح. فطبعا دي كانت برضو حاجه جميله يعني. فالحمد لله برضو احمد الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله نشوف على خير. بقى له 8 شهور على صليبي وراجع ان شاء الله.